استاذ مثل ما قلنا ناصر الصالح هو كان المشرف على العمل، واغنيه وعد عربوب هي من الحانه، وحتضم حتتواجد في الاصدار؟ لا ما حتتواجد، بس طبعا انا اعتبر اغنيه وعد عرقوب هي من الاغاني اللي حقيقه دخلتني وفتحت لي باب الخليج، يعني كحفلات كاعجاب اكثر باغانية، فكانت وهذا يعود الفضل للاستاذ ناصر؟ ايه جدا يعني. وقلتي انه بتعاون معه مره واثنين ومرات كثيره، شو اضاف لك الاستاذ ناصر ما اضاف لك ملحن ثاني؟ شوف انا اعتبر الاستاذ ناصر هو استاذي، استاذ الاغنيه الخليجيه، معلمني هوايه. بتعرف اني ما متعوده اغني خليجي هوايه من قبل، يعني بس الخليجي كثير قريب عن العراقي، يعني العراقي يعتبر ذات مثلا جهه اذا تاخذيها البصره وهذه النواحي أكيد. وايد قريب. بس يعني قبل مثلا تعرفين حكم معيشتي بين المغرب وفرنسا، فكنت اكثر يعني احب يعني اغني الاغاني الكلثوميه، اسمهان، عبد الحليم، اغاني عراقيه اوكي، بس ما معوده نفسي انه اغني الاغنيه الخليجيه غير طبعا لما صرت في بدايه لما صرت اغني. وهنا التقيت طبعا الفنان ناصر اللي سويت معه وعد عرقوب، وصار اغلبيه الاغاني الثانيه افضل انه يكون استاذ ناصر هو اللي ياخذ لي تيك صوت، لان اول شيء مريح جدا، ثاني شيء علمني سر المهنة، فهمتي شلون؟ اللي هو في النطق، أيوة. في الـ في الـ في, الـ في الـ شلون الأغنية لازم تتغنى. ف يعني مثل ما قلت هو أستاذ أني أعزه جدا، وإذا ما عزتش ليه هو بيكون معانا. ويا مرحبا بك أستاذ ناصر صالح. هلا والله، هلا نادية، مساء الخير عليكم جميعا وعلى الأخوان المشاهدين وعلى حبيبتنا الفنانة المتألقة دائما شذا. الله يسلمك استاذ. احنا بداية نحب نبارك لك على انتهاء أدائك من كليب زمن عبد الحليم، مبروك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. هل فعلا بأنك تبتعد عن الغناء وحتتركز على التلحين إن شاء الله أكثر؟ والله أنا من زمان ابتعدت عن الغناء ومركز على التلحين أكثر، لكن هذه زمن عبد الحليم كانت حالة معينة حبيت أقدمها للناس بهالشكل، وأتمنى يعني أن الناس تقبلوها بشكل مرضي. ما عندنا شك. الحين خبرنا شو سمعت كلام شذا وقالت، وإحنا سمعنا وقالت إن هي عطيتها سر المهنة. الحين بنعرف شو هذه سر المهنة. شذا من الفنانات اللي لازم نعطيها كل ما لدينا من خبرات في هذا المجال، لأنها فنانة تستحق، وهي دائما تبحث عن مثل هالامور، يعني عن ادق التفاصيل، تحب ومن الفنانات اللي على فكره يعني تعجبني كثير. يعني من قبل كم يوم كنا في الاستديو في القاهره، وكنت اخذ لها تيك اغنيه صوت، اخذ لها تيك للاغنيه صوت. ايوه بصراحة أتعبتها كثير، أجهدتها يعني بشهادة الناس اللي كانوا معي في الكنترول، قالوا لي ناصر شذا تعبتها كثير. المذهل أنها لما طلعت قلت لها تعبتك أنا كثير، فقالت لي لا عادي راضية. هذا دليل على أنه هذه الفنانة يعني عندها الصبر وعندها التحمل، وهذا اللي يعني احنا نشوفه دائما في النجوم مش في الفنانين الشباب. الشباب احيانا يكون ملولين شويه وما عندهم الحماس اللي عند النجوم اللي تعلموا وتعودوا، ولكن انا اعتبر شذا نجمه يعني كبيره، مش نجمه. الله يسلمك يا استاذ. في تعاملها، في ادائها، في غنائها، في تعاملها مع الملحنين، اشكرها دائما على يعني كل ما تقول عني وتتكلم عني. انا ما عملت لها شيء، بالعكس هي تستاهل، وما تستاهل ما قدمنا لها. الله يخليك يا استاذ. شو بيكون استثنائي في هذا الاصدار واللي فعلا الكل متشوق له وناطره ويترياه؟ والله شوفي، انا جربت مع شذا. بالنسبه لي انت تتكلم عن العمل اللي انا حقدمها مع شذا مثلا، الاصدار بشكل عام بما ان حضرتك كنت المشرف عليه. الاصدار بشكل عام بصراحه البوم متنوع، يعني شاركني فيه زملاء من الملحنين الكبار المعروفين في الخليج، امثال الدكتور عبد الرب ادريس، فايز سعيد، بندر سعد، حاتم العراقي،
مجموعة كبيرة من هالشباب نجوم خفنسة الملحنين الباقيين الفنانين معي مشاركين، لكن اعتقد انه هذا الالبوم حيكون فيه تنوع جميل في من كل الالوان الغنائيه، الكلاسيك، الخبيتي، الخليجي، العراقي، الاغنيه القصيده، في اغنيه عندها قصيده لبدر بن عبد المحسن برضو، هذه اعتبرها يعني من اخطر القرارات اللي شذا حسون تتخذها انها تقدم مثل هالاعمال في ظل يعني الناس تبحث عن الاعمال السريعه، لكن بالضبط. هي عندها فكر انها تقدم مثل هالاعمال، لان عندها الصوت، لان الصوت يعني قادر ان يعبر ويعطي. الصوت مش كفايه اذا ما كان هناك فيه تخطيط ومبادئ يعني فيها تحمل قيمه فنيه جميله للناس، لانه انا اقدم جميع الالوان، اقدم جميع الشرائح النخبويه والناس المستمعين العاديين، فاحنا كويس انها قاعده تحاول ترضي جميع الاذواق. انا بالنسبه لي مشاركت معها في هذا الالبوم تعودت انه كل مره اقدم معها لون جديد من الالوان اللي انا ما قدمتها بصراحه، يعني زي الشريط اللي فات قدمت معها وعد عقوب، وهذا اللون انا اول مره اتطرق له بلون الاماراتي، واول مره احاول الحن لحن اماراتي، والحمد لله توفقت فيه بهالشكل. المرة هذه إن شاء الله راح أقدم معها مفاجأة برضو، لأول مرة أعمل أغنية من غربي شوية في لونها وفيها إيقاع تكنو وسريع شوية مختلف، وفاجأونا الناس إنه ناصر الصالح بدأ يتشكل وتغير في الألوان. حلو، يعني التغيير مش بس مو عند شذا بس، وبعد عند حضرتك أستاذ ناصر غيرون. ما هي أعطتني الفرصة أن أنا أغير من جلدي معها. حلو حلو، ان شاء الله احنا والله فعلا بانتظار هذا العمل، شوقتونا كثير له، ولا تطولون عليه، لا يعني خلاص الايميلات ما خبرك كم اسئله عن احنا في مراحلنا الاخيره، وان شاء الله ان شاء الله راح الناس تسعد بهذا الشريط ويلاقي نجاح ان شاء الله. اكيد ما عندنا شك. استاذ ناصر وايد شاكرين. شكرا يا استاذي. شكرا يا استاذ ناصر. لا شكرا على واجبك. الله يخليك. نشكر تداخلك هذا. شكرا. شكرا. كلام كثير حلو، عندنا كلام أكثر، نبي نفهم سالفة التمثيل مشاهدينا بعد الفاصل، اتريونا.